جيجي جيجي شفتي؟ بتقولي عن صاحبتك خرفانة، هلأ بعدني حاضرة فيديو وحدة بعلمك ما بها شي قاعدة فجأة تبلش تعمل هيك بإصبعها، صار عندها تيك. بس خبرك إنه العالم صار معهم بالإنترنت ما بتصدقيني، أنا إنترنت ما بقى استعمل، خلصنا؟ سكرنا. تما يصير معك بالإنترنت، ألفانت أحلى وصفة، إنترنت سوبر سريع ابتداء من 25 جيجا بايت ب 30 دولار مع راوتر مجاني، تطبق الشروط. مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في. المباريات الافتتاحيه لبطوله الفا للموسم 2019-2020 ديربي كرة القدم، المباراة الأبرز بتاريخ كرة القدم، مباراة نجمة أنصار. اليوم مباراة بتحمل أكثر من معنى ثلاث نقاط، مباراة إلى دلالات كثيرة، انطلاقة للفريقين يلي طامحين أنه ينافسوا على بطولة اللقب هيدا الموسم، خاصة بوجود فريق متربص وهو فريق العهد. رح نبلش اليوم سلسلة لقاءاتنا مع الأستاذ أسعد سقال رئيس نادي النجمة، يلي حاول بالأسابيع الأخيرة أنه يدعم فريقه بعد اعتراضات عديدة على أداء الإدارة خلال فترة الانتقالات. اليوم بدنا نفهم من الأستاذ أسعد شو سر يعني هذه الانتفاضة يلي قامت فيها الإدارة بالأسابيع الأخيرة، وسر هذه الانتقالات الكثيرة يلي دعم فيها الفريق، وببساطة صار اليوم نادي النجمة فريق منافس جدي على اللقب. أستاذ أسعد مساء الخير. مساء النور رشيد. مثل ما قلنا العديد من الانتقادات قبل ما نحكي اليوم بديربي نجمة أنصار، معنى هذا الديربي، أهميته، تاريخيته، ما نحكي شوي بالحقب السابقة تحديدا بالانتقادات الكثيرة اللي توجهت لإدارة نادي النجمة، التلكؤ بالانتدابات، التلكؤ بالانتقالات. حاليا نادي النجمة اليوم يعد منافس جدي على اللقب بسبب الانتقالات اللي صارت بالأسابيع الأخيرة. صحيح. شو سر هذا التأخر أول شيء؟ صحيح. نحن مثل ما بتعرف خلصنا موسم الماضي وعارفين الثغرات بفريقنا وعارفين المشاكل، والخطة تبعنا كان نبني على الفريق الموجود نعمل التعديلات اللي عليه. المشكلة اللي صارت أنه اضطرينا نغير مدرب، يعني نحن انتقينا مدرب بتقريبا أول شهر 6 يلي هو مفروض كان يلي هو شيء منيح أنه بكير وبلشنا شغل. صار في شوية مشاكل مع هذا المدرب، ما في كان كيمستري بين الإدارة وبين المدرب، المدرب براسه شيء، الإدارة براسها شيء، هذا كله أدى لتأخر بالتعاقدات. يعني كان في عدة لاعبين الإدارة أو اللجنة الفنية تحديدا براسها بدها تستخدمهم على الفريق، المدرب معارض عليهم، وكان في لاعبين المدرب بده اياهم، اللجنه الفنيه كان برايي انه هولي ما بيناسبوا الفريق او يمكن ما بحاجه لهم. صار في تاخير، جمهورنا اكيد كان زعلان، معهم حق، والبعض يتخوف، كان غضبان مش زعلان، يعني غضبان ومتخوف، غضبان ومتخوف انه هيدا هو شكل الفريق اللي بده يفوت على الدوري. يعني كان في خوف كثير انه النجم السنه شو بده يعمل، يعني وكنا دائما نحن السنه لاول اب كان فريق غير منافس، غير واضح، غير منافس، غير منافس، غير منافس، واكيد غير منافس طبعا. لا، وكنا نحن دائما عم نطمن كاداره انه لا يا جماعه روقوا، اكيد مش هذا هو الفريق اللي بده يكون او بده يمثل نادي النجمه وبده ينافس على بطوله، ولا ممكن نحن نترك فريق نادي النجمه او 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 نعمل فريق غير منافس. يعني النجمه دائما فريق او نادي مطلوب منه يحقق انجازات ومطلوب منه دائما بطوله. الحمد لله قدرنا نحن بسرعه وبوجود مدير فني اليوم في اتفاق تام بينه وبين الاداره، ركبنا فريق منيح والحمد لله فريق من عده منافس. يعني التدعيمات مهمه جدا، ولكن طبيعي. هناك عامل كمان مهم بحصد البطولات وهو العامل الاستقرار. صحيح صحيح. انتم اليوم كنادي النجمه بتدعوا انه عندكم استقرار مادي واداري، الفني واضح انه بدا الاستقرار الفني يبين، ولكن صح. الاستقرار المادي صح. والاداري هل هو موجود؟ موجود. يعني هذا الجواب مش لإلي، هذا الجواب للجمهور. للجمهور بنحب دائما نطمنهم، الحمد لله النادي اليوم مستقر ماديا. نحن
حنا نحكي مع عشاد دائما عم تندفع كل شهر بشهره، ما في اي تاخير بالمعاشات. من ناحيه الاستقرار الاداري الحمد لله اليوم في اشخاص فاتوا على الاداره، يعني بشكر انا الاستاذ علي السبع يلي اليوم معنا بالاداره، والاداره مستقره جدا بعتبرها انا. لا الامور جيده، الامور جيده، يعني في تطمينات لجمهور ده طبعا، لانه انت ما فيك تاخذ بطوله بس فنيا، بطوله بدك تاخذها فنيا ومثل ما تفضلت. صحيح. استقرار مادي، استقرار اداري، عامل مهم. وفرنا اليوم ثلاثه، وفرنا اليوم ثلاثه. وبدي احكي شوي فنيا، انا بعتبر لاول مره من فتره طويله نادي النجمه ما بيقدر يجيب، او اول مره منجيب اجانب ثلاثه مستواهم عالي. يعني نادي النجمه باخر كم سنه ما كنا عم نتوفق بالاجانب، ولا واحد منهم، يمكن كان كلهم خير وبركه بس بالنهايه ولا واحد منهم كان قد طموحاتنا. اذا بترجع للحقبه السابقه قبل كان يجي طبعا على نادي النجمه اجانب عاليين، بس تسائل مثلا واحد على اثنين على الثالث مش منيح. لا اليوم نحن عندنا ثلاث اجانب، ثلاثه عاليين، هذا بعتبره انا انجاز السنه عملناه، لانه بالنهايه الاجانب هن بيشقلوك او بيوصلوك لتاخذ دوري. خلينا نحكي شوي عن مباراه اليوم، ديربي النجمه انصار، المباراه الديربي الاشهر بلبنان، مباراه الحساباتها الخصوصيتها اكيد، مش اكثر من مجرد ثلاث نقاط. صح. هذه المباراه. صح. يعني صح. بينحكى فيها اسابيع من بعد هذه المباراه. صحيح صحيح. انتم اليوم فايتين بمعنويات عاليه، خاصه بعد هذه التدعيمات، جو الفريق، الاستقرار الموجود، بس برايك هذه المعنويات منا شوي خادعه بظل وجود منافس قوي اسمه نادي الانصار يلي قام ايضا بتدعيمات كبيره على راسه حسن معتوق يلي قدر خلينا نقول يخطفوا من نادي النجم. صحيح. شوف نادي الانصار اكيد نادي كبير، فريق كبير، وبالنهايه هذا ديربي. لو شو ما كان مستوى الانصار عالي ولا وسط ولا واطي، بالنهايه هذا ديربي. دائما الديربي له حساباته، له خصوصيته. يعني الاعصاب بتلعب كثير دور، يعني هذه الامور كلها بتاثر. اليوم فريق الانصار اكيد بنعتبره فريق كبير، فريق لا باس به، ما فيك تستهون فيه، خصم عنيد واكيد مستوى لعيبته عاليين، وبالتالي نحن اكيد مش حنفوت مطمنين. لا بدنا نفوت نقاتل، بدنا نفوت رجال لنكسب الماتش. ما فيك تتهاون مع فريق مثل فريق الانصار، اكيد. صحيح. لا صحيح، ونفس الشيء بينطبق عليهم، نفس الشيء هن مش حيقدروا يتهاونوا، لانه بالنهايه كمان نادي النجمه فريق اليوم كثير قوي. فبرجع بقول لك هذه خصوصيه الديربي. هلا بتقلي شو بتوقع؟ ما في توقعات، ما في توقعات فيها، لانه يعني على ارض الملعب ببين ما في توقعات. سؤال اخير بالنسبه للتحكيم والحكام، اي الاتحاد اللبناني لكره القدم، وليس ثقه، قله ثقه بالحكم اللبناني، ولكن يعني لا يريح راسه، لا يعني يريح راسه من الانديه ونقل الانديه. صح. صح. استخدم طاقم حكام قبرصي، هل انتم راضين على هذه الخطوه؟ اكيد، يعني اكيد بداربي مباراه مثل هيدي انا بتصور بينحط كثير ضغط على الحكم اللبناني. يمكن نحن اليوم بغنى عنه، لانه اي شيء حيصير، يعني اي صفره مش حتعجب الطرف الاخر، يمكن الحكم بده ينحط ضغط عليه. خطوه جيده بهيك مباريات كبيره يستخدم حكام اجانب، بس يكونوا حكام الاجانب كمان على قدر المستوى هيك مباراه كبيره. يعني هذا دائما نحن بنطلبه، انه يكونوا حكام اجانب فعلا مستواهم منيح مثل الحكم اللبناني. نحن بنعتبر الحكم اللبناني مستواه عالي، يعني بهمنا كمان الحكام الاجانب، ما بدنا اعلى، بدنا مثل مستوى الحكم اللبناني. انا ان شاء الله اليوم يعني يكون. بدي اتشكرك استاذ اسعد، بتمنى لك التوفيق لك ولنادي الانصار في هذه المباراه، على امل تطلع هذه المباراه نضيفه بكل النواحي. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا. مشاهدينا بعد شوي رح نستقبل مدرب نادي الانصار نزار محروس. يعني خلينا نعمل جولة بس على الجمهور، على عمليات الإحماء، ومن ثم نستقبل الكابتن نزار محروس. بتصور الكابتن نزار صار معنا. كابتن نزار مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك على شاشة الام تي في. مباراة اليوم أول مباراة دربي لإلك نجمي أنصار، ثاني مباراة نجمي أنصار، ولكن أول مباراة رسمية لعبت مباراة بالنخبة، ثاني مباراة. خلينا نقول كيف بتقيم هذه المباراة قبل ما تبلش، كيف محضرها، خاصة بعد ما شفنا التشكيلة
شفنا انه في تشكيله تقريبا تشكيله دفاعيه عم تلعب بارتكازيين بنص الملعب. برايك هل هذه خلينا نقول قله ثقه بفريقك ام لا انت عارف حالك شو عم تعمل؟ التشكيله بالعكس تشكيله متوازنه. نحن عم نلعب مع فريق كبير، نحن عنا اصابات اجبرتنا نلعب بهذا الوضع. التشكيله مو بالاسماء، بالواجبات. بدك تشوف الواجبات اللي اخذينها اللعيبه، وبالتالي احترام الخصم هذا شيء بدل على انه في تركيز ان شاء الله بالماتش. الفريقين كبار، فريقنا كبير، فريق النجمه كبير. اتمنى ان شاء الله تكون مع بدايه انطلاقه الدوري تكون مباراه يعني تفي بالغرض الفني وتسعد الجماهير ان شاء الله. سؤالين، اول شيء متحضر بشكل واضح لهذه المباراه، عامل حساباتك منيح، دارس نادي النجم منيح، خاصه انه نادي النجم عم يلعب اليوم بشكل هجومي، يعني في طابع هجومي لنادي النجم. بدي اسالك عن جزئيه بالتشكيله وهي اللاعب انس ابو صالح بمركز الظهير الايمن. نحن قليل ما شفنا انس ابو صالح في هذا المركز. بالمباراه الماضيه بنهائي السوبر امام العهد يلي خسرتوه 2-1 لعب حسن بيطار بمركز الظهير الايمن. ليش ارتقى اليوم نزار محروس انه يغير اللاعب، خاصه انه اللاعب ما بيلعب قلب دفاع؟ هلا اللي بعيد عن الوضع كاعلامي وكمشجع بيحكي نفس حكيك، بس نحن اللي قريبين من الفريق عندنا معطيات. يعني انا عندي اللاعب الاساسي والبديل مصابين، نصار وعواضه، وبالتالي بدك تبحث عن لاعب يقدر يقوم بهذا الواجب بهذا الدور من خلال المدافعين الموجودين عندك. فهذا يعني هو السبب. فضلت انس ابو صالح على حسن بيطار. انس ابو صالح وحسن بيطار اثنين تقريبا متشابهين. ممكن لهي المباراه بدنا كواليتي مغاير، ففي اهداف عنا بتكون، لكن السبب الرئيسي هو غياب اللاعب الاساسي واللاعب البديل واللاعب الاحتياط. نعم، مصابين الاثنين مصابين. كمان جزئيه ثانيه بموضوع لاعبين تقريبا رقم 6 اللي هن عدنان حيدر وعبد الله طالب، لاعبين عندهم نزعه دفاعيه او عندهم طابع دفاعي بمقابل وجود عباس عطوي اونيكا ربما حر بمنتصف الملعب. برايك ما في مبالغه دفاعيه بهذا الموضوع؟ نحن اليوم عم نلعب صراحة بعد ما أرهقنا بالفترة الماضية، خرجنا من كأس النخبة والسوبر بإصابات متعددة بالفريق، وبالتالي نحن أحيانا مجبرين ناخذ هيك قرارات لحتى يعني نظهر بمظهر جيد نوعا ما. اللاعبين كلهم اللي عم تحكيهم لاعبين كبار، لاعبين على مستوى عالي. غياب اللواتي اللي أصيب بالمباراة الأخيرة، غياب مثل ما قلت لك عواضه، غياب عده لاعبين مهمين، اجبرنا انه نلعب بهذا الاسلوب. لكن احنا دائما بنلعب ارتكازين، اللي ما متابع الفريق ما بيعرف شلون عم نلعب. احنا دائما بنلعب ارتكازين، لكن اليوم مغير يعني واحد منهم. ارتكازين صريحين بس مش بهالصراحه. ارتكازين يعني لانه اليوم غياب اللواتي مؤثر. يعني كنت بتلعب عفوا برقم 6 ورقم 8، اليوم عم تلعب 2 ورقم 6. لا، في واجبات ان شاء الله بالملعب بتكون مختلفه. يعني اما هي برجع بقول لك اليوم التكتيك وليس بشكل الفريق، الشكل هذا اسمه شكل، التكتيك هو شو الواجبات اللي اخذينها اللعيبه وشو مدى التنفيذ. ما بدلك توقعاتك، لانه هذه المباراه يعني ديربي. على تفاصيل صغيره بتخلص، على جزئيات صغيره. نعم. امنياتك لهذه المباراه؟ ما في شك كل الفريق بيتمنى انه يفوز، نحن ان شاء الله بدنا نلعب للفوز والنجم بده يلعب للفوز وهذا حق مشروع. بهمنا نحن كافتتاح دوري فريقين كبار يعطوا رسالة للاتحاد وللناس وللمشجعين. كرة القدم متعة، وكرة القدم فيها فوز وخسارة، واللي بيلعب أفضل بنقول له مبروك. العمل الذهني مهم جدا اليوم، وأهم شيء خاصة طالعين من خسارتين بنهائي كأس السوبر ونهائي كأس النخبة. هذا شوف، هذا الخسارات نحن صرنا شهرين مع الفريق. نحن مرينا بظروف صعبة جدا. ما في أسبوع اكتمل الفريق معي بعقده الكامل. دائما عندنا غيابات، دائما عندنا اصابات، دائما عندنا يعني بدأنا بالنخبه لعبنا فريق خليط ما بين الرديف والاساسيين. اكتمل عقد الفريق بعد النخبه بالمعسكر، برحنا على الأرعون كان ناقصين 7-8، اجونا على كأس السوبر فجأه. يعني نحن في امور ما استقرينا لسه، يعني مو خلال شهرين يعني لازم نجيب كل البطولات. برضه في فرق ثانيه كويسه، في فرق كبيره. يعني نحن ملاحظين انه في تسليط ضوء زياده على فريقنا، رغم انه في فرق ثانيه
عنده نجوم مثلنا وربما احسن وعنده قدرات وعنده امكانيات. وانا بتصور هذا الدوري السنه راح يكون قوي جدا لانه في اكثر من 5-6 فرق الحقيقه عندهم عناصر مميزه. اذا العامل الذهني اليوم محضرين له بشكل الذهني اهم عامل اليوم في مباراه. بتشكرك انا حبيبي. كابتن وبتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، كمان رح نستقبل محللنا كابتن جمال حاج. بنحكي هلا فنيا عن المباراه، مباراه صعبه مثل ما قلنا، تفاصيل صغيره رح تحسم هذه المباراه. كابتن جمال مساء الخير. مساء الخير لك لجميع المشاهدين. يعني مثل ما قلنا ديربي، حكينا مع الاستاذ اسعد، حكينا مع الكابتن نزار، المباراه بتخوف طبيعيه. هذه المباراه بتخوف، هي المشكله انه هي ببدايه الدوري وديربي بين الفريقين، المفترض لهن عاده ما بيكون تحضيرك كامل ببدايه الدوري لانه لتطلع بشكل تدريجي وتصاعدي، لكنه انت بحاجه اليوم تكون بالموعد، بتكون بكامل الجهوزيه بكامل التحضيرات لهاللقاء مثل هذا، لانه الخساره ممكن تعمل لك مشكله بانطلاقتك بالدوري. السؤال، هل الفريقين جاهزين؟ هل هن بافضل حاله؟ طبعا لا، الفريقين هن مش بافضل حاله، لكنه المستويات متقاربه، الحظوظ متقاربه، لانه بنرجع بنقول هذا ديربي كل شيء وارد فيه. لو قلت لي من اسبوعين بقول لك الانصار كان في فوارق كبيره وبينه وبين النجمه، لكنه مش بس لانه النجمه تحسن مع قدوم المدرب عظيمه، الانصار كمان تحسن وبعد الانتدابات حسنت له وضعه، ولو انه نحن بدنا ننتبه بحاجه لوقت، المدرب بحاجه لوقت، هذا الوقت غير كافي، لكنه كمان الانصار تاخره خساراته بالفتره الاخيره مع مباراه العهد ومع الساحل بالنخبه اثرت على الفريق، اعطته ضاربه معنويه. والدليل اليوم بنشوف في تغيير بالتشكيله عن مباراة، رح نحكي عن التشكيلة، بس قبل التشكيلة بدي احكي بشكل عام ظروف هذه المباراة. الأنصار بفوت بظروف صعبة على هذه المباراة. صحيح. كنت عم بسأله الكابتن نزار عن العامل الذهني، قال كثير مهم. اليوم ذهنيا مشتت الأنصار خاصة بعد خسارتين، بظل كل الترشيحات كانت تصب يعني بصالح الأنصار لوجود اللاعب حسن معتوق بصفوفه، طبعا بوجود كوكبة من اللاعبين. العامل الذهني جدا مهم، بينما النجمي كمان عم بفوت خلينا نقول بمعنويات مرتفعه. كمان سالنا الاستاذ اسعد هل هي خادعه هذه المعنويات؟ فنيا قدر يحسن حاله نادي النجمي، ولكن كل فريق عنده ظروف خلينا نقول منا هينه فايت فيها على هذه المباراه. كل الحكي قبل المباراه شيء والمباراه شيء، لانه هذه مباراه ديربي فيها كثير من شكل الفريقين، الاستراتيجيه، الاهداف، الاسلوب. صحيح. والاهم من هذه الثنائيات، حنوجد كثير في ثنائيات. هذه هي لهيدي اللي بتحسم الاخطاء. انتبه، من الممكن يكون فريق كثير متفوق، اي خطا بيحسم مباراه. الهدف الاول يمكن بيريح كثير فريق عن الاخر اللي بيسجل. بعتقد هذه المباراه الى ظروفها الخاصه، الى لكنه اللي بدي اقوله شغله، فريق الانصار ليش بده يكون معنويا بهالدرجه؟ هون لازم يكون في دائما تقييم واقعي. خسر من نادي العهد، يعني هو خسر من البطل، والفريق ما معناتها نهايه الدنيا. انا برايي انه الفريق هو فريق منيح وبعده قادر وبعده مرشح، لكنه هون التعامل مع الازمات اللي هون متشابهان، نادي النجمه والانصار متشابهان بتعاملهم مع الازمات. عندما بتحل الفريق بيوقع بمشكله اثناء المباراه او خساره مباراه، نتيجه الضغط الجماهيري بتطلع منها، نتيجه الضغط الجماهيري الفريق بتاثر كثير. هون لازم نتعود كيف نتعامل مع المشاكل، كيف نحن كل فريق بده يوعى بمشاكل، كل فريق بيرتكب اخطاء، الفريق الافضل اللي بيطلع من المشكله بسرعه بشكل اسرع. هون صحيح. هون شغل بعد المباراه للجهاز الفني كيف يقدر يحلل مضبوط اسباب الخساره وشو هي المشاكل ويحاول معالجتها على المستوى العملي وعلى المستوى الذهني. طيب بدنا نحكي شوي عن تشكيله نادي الانصار. نزيه اسعد بحراسه المرمى، معتز ابو بكر كمارة قلبي دفاع، انس ابو صالح كانت مفاجاه وجوده بالرواق الايمن كمدافع ايمن، شعيتو حسن شعيتو شبريكو على الشمال، عبد الله طالب، عدنان حيدر كمان مفاجاه اخرى، ارتكازيين رقم 6 بنص الملعب، هذا دليل خوف. عباس عطوي اونيكا ربما عنده مهام حره بوجود هاللاعبين، حسن معتوق وحسن سعد سوني سعد والحاج مالك. رشيد، تشكيله فيها ثلاث تبديلات، فيها ثلاث اسماء اجدال عن مباراه العهد، واربع تغييرات بالمراكز. يعني عم نشوف عبد الله طالب من قلب الدفاع للارتكاز. صحيح. ومعتز وحسن بيطار واونيجا محل حسن معتوق كان يلعب ورا المهاجمين وموني عشنا. في حتى يمكن بتبديل 5 مراكز اذا بدك تيجي للمظبوط. هون بدل على الارباك اللي
داخل نادي الأنصار والحال التخبط اللي عايشه من خلال هذه التبديلات. أنا برأيي هذه التشكيلة فيها كثير من البطء، فيها كثير من البطء بنص الملعب، والمشكلة بنص الملعب فيها كثير، فيها مشكلة. المشكلة الأساسية اللي بده يواجهها هي بهذيك المجموعة الأفضل اللي بلعبت مباراة العهد، كان في مشكلة بالربط. فكيف اليوم التحدي الكبير هو الربط، هل حنلاقي مساحات، هل حنلاقي مجموعتين أربع مدافعين مع اثنين ارتكاز مقابل أونيجا مع ثلاث مهاجمين لحال أربعة بستة، ولا راح يكون في ربط؟ هو الكابتن نزار قال مش الرسم التكتيكي، المهام يلي عطيها للاعبين هي اللي حتفرق بالمباراة. هون إذا في انشغل للمباراة حيتنفس مثل ما أنا متوقع بالنجمة، مدرب النجمة يبدو أنه مشتغل على الفريق مثل ما شفنا بماتش الترجي أنه عنده بصمة. إذا اشتغل هذا شيء تاني، لكنه إذا مثل أداء مباراة العهد هيدي المجموعة برأيي حيلاقي مشاكل بالمساحات وربط الفريق. خلينا نحكي بس بتشكيلة نادي النجمة، عباس حسن بحراسة المرمى، طبعا تشكيلة متوقعة كانت، ما فيها مفاجآت مثل نادي الأنصار. علي السعدي وأسم الزين قلبي دفاع، عبد الله عايش شمال، علي حمام يمين، إدريس يانغ هو ارتكاز رقم 6، مراد الهزري رقم 8، نادر مطر، إدمون شحادي، إيساكا وفايز شمسين. فايز شمسين على اليمين، إدمون شحادي على الشمال، وإيساكا رأس حربة. كمان تشكيلة متوقعة تقليدية خلينا نقول بظل العناصر المتوفرة حاليا، صحيح؟ مثل ما لعب مباراة الترجي تقريبا. وبعتقد أنه الفريق على المستوى، المدرب على المستوى التكتيكي مش عم يشتغل صح، عم نشوف في خطوط متقاربة. اليوم النجمة عنوان مباراتهم الصبر، إذا لأنه إذا قلنا أنه فريق الأنصار عنده حالة ذهنية ومعنوية سيئة، النجم لازم يصبر ويلعب كيف يسكر ويحاول كيف يضرب، خاصة إذا قلنا في بطء. هذا بعتقد الأمر بعتقد المدرب ملتفت له، لأنه يبدو المدرب عنده عين واضح، عنده عين مدرب المصري. عنوان الصبر، بدنا نشوف جهوزية إدمون وفايز، جهوزية البدنية الفنية انسجامهم مع اللاعب مع الفريق، هذا سؤال كبير. والأهم إنه كمان برجع بقول، لأنه كثير من الأحيان عم يضطر الفريق يرجع لأمراض الهزلي ليعمل الربط، ليساعد نادر بالربط ما بين الوسط والهجوم. فهل اليوم قادر يشغل هيك، ولا حتكون في صراعات ثنائيه ورقابات المان تو مان؟ وبعتقد انه وسط النجمه افضل من وسط الانصار اليوم، وسط اسرع 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 متنوع، صحيح، اسرع ومتنوع، في السرعه، في المهاره، في القوه، في 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 الواجب الدفاعي، في الشق الهجومي، في التحول، اهم شيء التحول. وسط النجمه قادر يتحول بشكل اسرع بكثير من وسط الانصار، وبعتقد هذا امر مهم كثير بعالم كره القدم. سؤال أخير، يعني من خلال التشكيلتين اللي شفناهم، طبعاً هذه المباراة صعب التوقع بنتيجتها، يعني مثل ما قلنا بتلعب على جزئيات صغيرة، على أخطاء صغيرة، يمكن بطاقة صفراء بتفرق بهذه المباراة، صحيح. بس برأيك من خلال هالتشكيلتين قديم نعطي كريدت لكل فريق أنه يكون عنده حظوظ أكثر؟ برجع بقول لك، لو تحكي سألني هالسؤال من أسبوعين بقول لك الفوارق كبيرة بين الأنصار والنجمة. للأنصار اليوم، العد الكفة متعادلة بهالتشكيلتين، ومثل ما أنا متوقع، يعني أنا ما شيء، يعني نحن شفنا المدرب عظيمة بماتش واحد الترجي، ما فينا نحط إنه بس ملامح. إذا أنا مثل ما متوقع، هو بعتقد إنه الأرجحية للنجمة خاصة بداية المباراة، خاصة إذا النجمة صبر، إذا لعب بالعقلية تاعت مباراة الترجي وقدر مثل ما بقوله، لكنه إذا النجمة فتح وحاول لعب بطريقه هجوميه بعتقد حيسبب لحاله مشاكل. ما تنسى في حسن معتوق بالمواجهه المقابله، حج مالك وصوني سعد. فبالتالي الفريق اللي بيكون منظم اكثر، عارف حاله شو عم يعمل، متدرب صح وعم بيسكر خطوط وعم يصبر، هو اللي بده. حسن معتوق، على سيره حسن معتوق، قد ايه حسن معتوق اليوم قادر يحمل ضغوط، خاصه انه كل الظروف المحيطه حواليه ظروف ضاغطه جدا، ربما قد تؤثر على مستواه. يعني صار حسن معتوق مرتاح للأسف، وهيدي مباراة منا مباراة مع أي فريق، مباراة مع نادي النجمة. نحن للأسف بلبنان في جهل كتير كبير بعالم كرة القدم، الكل إن كان بالتعامل بالربح ولا مع الخسارة، ما بنعرف نقيم، نشتغل على الصدمة، وهيدي معاناة ضغط لأي لاعب. فكيف أنا بعتقد حسن معتوق من اللاعبين اللي بيحبوا هذه المواقف واللي بيتعود عليها، ولاعيب كبير وقادر يكون بالموعد. برأيك قادر يقطع هذا الموقف؟ يعني نحن شفنا استقبال جمهور النجمة، اللي قالوا كان منه استقبال يعني لطيف،
انا بزعل انا بزعل حسن بس حسن معتوه حسن معتوه عم يمرق بظروف صعبه جدا، واضح انه يعني يتعرض لضغط كبير ان كان مع المنتخب او ان كان مع نادي الانصار. انا بزعل خاصه من جمهور نادي النجم الكبير والمعروف هو جمهور بحجم الوطن انه يتعامل هيك، لكنه بالنهايه هذه بعض الاحيان يمكن تقول لي هذه كره قدم، هو لاعب لازم يتعود على الضغوط. صحيح. طبعا ما بنقبل نحن انه اي خاصه من ناحيه المنتخب اذا عم تحكي هيدي لازم نلتفتنا انه ما ناذي لاعيبه المنتخب، لكنه انا برايي كمان حسن معتوق موهبته وصدقه واخلاصه واحترافيته بعتقد انه هيدول حيساعدوه كثير على تخطي الصعوبات كثير مرقت بحياته بنفس ومرق كثير بصعوبات وتخطاها لانه موهبه كبيره وصادق، وبعتقد الله سبحانه وتعالى بوفقه ما بعتقد الكي بلاير بنادي الانصار حسن معتوق، لاعب المفتاح هو حسن معتوق، بنادي النجم مين الكي بلاير؟ المجموعه عظيمه عظيمه. انا احساسي ما عم بقول لانه من مباراه الترجي احساسي بيقول انه هذا المدرب عمل تغيير شيء بنادي النجمه، اذا كان صحيح احساسي حنلاقي هذا التغيير، اذا لا بنكون الفريق رجع لمقابل 15 يوم. بدي اتشكرك انا كابتن جمال، بنلتقي نحن بين الشوطين، بدنا ننتقل عند زميلين فارس كرم وشرب الكريم للتعليق على المباراه. مساء الخير، تحية رياضية لكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان والعالم، واكيد كثير كتار خلف الشاشة مثل ما هو جمهور النجم والانصار اليوم موجود بملعب مدينة كمين شمعون الرياضية لنفتتح سوا مشوار جديد بدوري الفا للفوتبول، مشوار موسم 2019-2020 الواعد جدا على مختلف المستويات، وشو في احلى من بداية تكون مع الدربي، الدربي اللي كان حاضر بافتتاح الموسم الماضي وترك لنا موسم جميل جدا، وطبعا طبعا بالانتظار موسم اجمل مع النجمه والانصار يلي بالتاكيد عندهم طموحات مشتركه بهالموسم وهو انزال العرش عن لقب الدوري، الدوري اللي ارتبط بالفريق الاصفر بالمواسم الثلاثه الاخيره، وبالتالي اليوم بيعرف الفريقين انه بدايتهم بهالملعب راح تحدد ممكن بشكل كبير مسارهم بمرحله الذهاب اقله بالدوري. النجمه حاضر، الانصار حاضر، نشاطهم الكبير بسوق الانتقالات كان حاضر ايضا بقوه، وبالتالي بانتظار انه ينعكس هالامر ايجابا على ارض الملعب. طبعا الصوره مختلفه كانت بالنسبه للفريقين على صعيد العمل، ان كان بالنسبه للانصار يلي بدا بشكل مبكر وقدر يخطف نجم النجمه الاول، عم بحكي طبعا عن حسن معتوق، لكن النجمه بالامطار الاخيره وبالساعات الاخيره قبل اقفال سوق الانتقالات كان نشيط جدا، عزز صفوفه بشكل كبير، واليوم مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والاجنبي عم ياكد انه مستعد للنزال، ونزال قوي كثير راح يكون فارس من دون شك. مساء الخير شربيل، مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في، اللحظات الاخيره قبل انطلاق المباراه، اليوم النجمه باللباس الابيض يلي ما تعودنا كثير نشوف النجمه بهاللباس، تعودنا على اللون مبيدي، والانصار كمان باللحظات الاخيره واللقاء الاخير مع الجهاز الفني قبل ما يتوجهوا لارض الملعب، طائم حكام قبرص اليوم نيكولاس عم بيقود المباراه، الحكم الرئيس الاول بعينه بابلوس جورجو وميكاليس سوتيريو، الحكم الرابع هادي سلامي، هول ان حكام المباراه يلي وصلوا من قبرص لاياده اللقاء. الانصار اخر مره احرز لقب الدوري، من بعدها كان في 12 لقب عم بيتوزع على الصفا، على العهد على النجمه والانصار الغائب تماما عن الالقاب. حسن معتوق مع كلمه اخيره للاعبين، حسن معتوق اللي عم بوجه لاعبين اليوم كمان الانصار عم نشوفه بلون جديد يعني نوعا ما الاورانج مع الاسود، والمباراه لحظات قليله، هذا اللقاء 69 بين الفريقين على صعيد الدوري، الانصار ربع 21 النجمة 20 وتعادلوا 27 مرة، سؤال هل رح يعدل النجمة اليوم الانتصارات مع الانصار او رح يبقى الانصار هو متقدم على النجمة؟ والدربي رح نحكي عنه كثير بعد خلال اللقاء شربيل، ونعطي معلومات وغيره وغيره وغيره. جمهور النجمة باعداد كبيرة اليوم، اكبر من جمهور الانصار، جمهور النجمة يلي عم بيتابع المباراة ويلي عم بيشجع، وبالرغم انه المباراة نهار الجمعة 5:30 هول مجانين النجمة يلي وصلوا ليشجعوا فريقهم. دائما على الموعد موجودين مثل ما كانوا دائما بالدوربي، الدوربي رقم 97 على مستوى البطولات الرسمية بين قطبي بيروت والكرة اللبنانية، والرقم 69 مثل ما ذكرت فارس على مستوى الدوري اللبناني، الدوري يلي عم يوصل لنسخته الستين مع الانطلاقة يلي راح تكون اليوم. الأنصار طبعا
والنجمة كانوا التقوا بكأس النخبة التنشيطية قبل بداية الموسم. الفوز كان من نصيب الأنصاريين 3-1، تركوا رسالة كتير كبيرة بوقتها للنجمة، وتركوا شغل كبير للنجموين لإعادة، إذا فينا نقول تعزيز تشكيلتهم ولملمت صفوفهم. النجمة من دون شك تغيرت صورته كتير عن المباراة يلي تبعناها مباشرة عبر شاشة ام تي في ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس، لكن الأنصار بينتظر انه يعكس صورة جميلة من بعد ما خسر يعني بفترة قصيرة لقبين، خسر لقب كأس النخبة على الملعب بالتحديد بالمباراة النهائية أمام شباب الساحل، ومن بعدها الأسبوع الماضي بصيدا كان عم يخسر الكأس السوبر أمام العاد. ملاحظات كثيرة، علامات استفهام كبيرة على الأداء الأنصاري بهالمباريات، لكن الأنصار حاضر اليوم بتشكيلته اللي بيمثله بحراسة المرمى زي أسعد، بخط الدفاع حسن شعيط وشبريكو، معتز بالله، جنادي، أبو بكر كمارة وأنس أبو صالح، بالوسط عدنان حيدر وعبد الله طالب، حسن معتوق، عباس عطوي وسوني سعد، خلف